مرحبا، يسعد اوقاتكم. عم نتمشى بهذا الجو الحلو. نزلنا صوره من كم يوم فقرينا التعليقات، واكثر كانت عن جحد الجساس، وما شاء الله حافظين الناس بالتفاصيل وبالمشاهد. انا له تاثير كويس المسلسل، هي الحكايه الشعبيه الحقيقه يعني تركت اثر جميل. كل الممثلين تالقوا بهالعمل، والاخراج والنص لممدوح الله يرحمه. صحيح. يا ريت لو نقدر نرجع نعمل هيك مشروع والله، يعني بهالفخامه بهالحماس الحقيقه. يعني كان الكل متعلق، يعني انت عملت شخصيه استثنائيه جدا يا حبيبي، حتى قصي على فكره قصي ادوار البدايه بدايات كلياتنا كنا ببداياتنا بهذا العالم. يعني كان انا اكبر منكم بكام سنه بس، يعني بس كنت نجم، بس ما مبين علي لا والله انا اثناء تعرفت على عابد، يعني عن جد اطيب وابسط والذ صديق من اثناء. كان اثناء باول خطبته تعرفوا على زينة، صح، وخجلان وبده يطلب من اهله ومدري شو، تذكر ودورنا على بيت. طبعا طبعا مصطفى هلكته. اي والله اثناء دورنا على بيوت 2002. مزبوط، دورنا على بيوت. كنت انت بساكن بنوره، انه في نور. مزبوط، صلى الله هذيك الايام. احلى ايام، احلى ايام، اوعى الله انقذني. ف ايام حلوه. بدنا نصور بمسلسل بالهديه ان شاء الله بشهر 8 ان شاء الله. ان شاء الله استنونا بهيك مشروع عم ينشغل بتأودة بالفصحى، عم ينشغل وان شاء الله بيطلع هيك شيء ظريف. يسعد اوقاتكم وسات. باي 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 باي.